بويندو ويدينغ اليوم مشاهدينا رح نتعرف على أحد أبرز وأجمل المنتجعات السياحية بلبنان وهو جنة سور مير موجود بالدامور على شط البحر. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا سيدة منى سرور. أهلا وسهلا فيك منى. أهلا وسهلا فيك. هاي شرفتينا حضرتك. مرسي. مسؤولة عن العلاقات العامة بمنتجع جنة سور مير. صار لكم حوالي 10 سنين أنتم موجودين على شط البحر ولكن خبرتكم بهالمجال بتمتد على أكثر من 20 سنة. مزبوط مزبوط. بلشنا جنة بيت مري ومطاعم ببيت مري بعلي بالدامور وانتقلنا على ريزورتس وصار لنا 10 سنين هلأ على شط الدامور. جنة سور مير كلنا بنسمع عنه وبنعرفه وبنتوجه له باستمرار خلال موسم الصيف لأنه موجود بموقع استراتيجي على شط البحر. كادره رائع اللي بيساعد كتير مش بس لنقضي نهار حلو على البحر إنما كمان كفنيو للأعراس والمناسبات الكبيرة. خبرينا شوي عنه. مزبوط. جنة سور مير يعني البوليزيان هو التصاميم تبعه له امتداد للبحر كأنه في خضار شلالات ماي بيسينات عدة بيسينات في واحدة من أكبر بيسينات بلبنان بتضمن كمان 24 بنجالوز في منهم سربرايز هيدا كان الضو بتصور فقع بالستوديو هيدا طنشتك شوي على الهواء مرتب. 24 بنغلو ومعظمهم عندهم بنغلو يعني غرف هي غرف او لا بيوت بنغلوز لانه معناتها منهم بنايه هن مبنى لوحده في قدامهم كلهم نعم. سويمينج بولز وتابع بوليجن نعم أوكي. يعني تصميم بوليجن و24 بنغلو تقريبا كلهم عندهم سي فيو كلهم عندهم وتقريبا كلهم عندهم برايفت سويمينج بول يعني مزبوط. كل بنغلو إلى مسبح خاص لإلها مسبح خاص لإلها صغير مزبوط ما في عندكم مطاعم كمان بتميزوا فيها لأكثر من مطبخ ايه مزبوط عندنا مطاعم بنعطي انترناشونال وليبانيز فود واهم شيء كمان هلا بموضوعنا هو اللي عندنا تو فينيوز واحده مسمينا اكزوتيك جاردن والثاني ايلاند اكزوتيك جاردن رح نشوف هلا الاتموسفير تبع الجنه كله هيك بس الاكزوتيك جاردن بتساع لحديت 250 شخص نعم. للاعراس اكيد اختي بعين الاعتبار للاعراس الاصغر اها بلاش نشوف الفيديو هون منى هيدا البسين بالاول والجو العام تبع الجنه مبينه بهدول الصور This is one of the restaurants اللي عنا اياه وبيطل كله على البسين وامتداد للبحر تصميم اسيوي نوعا ما نعم 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 حلو اي واذا بتلاحظي الاتموسفير يعني المود لايت تبع الجنه هو هيك يعني بلا إضاءة بلا شيء هدول الموجودين هيدي يعني طبيعته حلوة المكان مزبوط. يعني مزبوط. غير أنه موقعه استراتيجي على شط البحر الكادر اللي هو موجود فيه كتير حلو للنظر صح صح وهلأ هيدي إحدى مداخل يلي منستقبل فيها الانترنس تبع العروس والعريس هيك الأتموسفير يعني أنا كتير بهمني فرج المود والأتموسفير تبع الجنة لأنه رائعة مثل ما هي بتصميمها هون بلشنا نشوف شوية صور واللاي اوت تبع الأعراس هيدي الاكزوتيك جاردن يلي عم نشوفها وبتطل على البحر وعلى البسين وعدة لاي اوت كمان للطاولات للكراسي كيف فينا نزينهم هيدي الايلاند نعم وهلا بنشوف الشلالات يلي بتطل عليهم هيدي هي الصورة حلو وكأنها طبيعية ايه يعني حرام في شيء حلو وننزعه ونكمله بالقليلة هون هيدا المنظر من الفنيو يلي فيه الأعراس هيدي الطاولة حد الكوشة والامتداد للبحر هدول وان تايب من ال هيدي كلها بسين وحدة نعم هيدي كلها بسين وحدة من أكبر البسينات بالمنطقة مزبوط مزبوط حلو اي فلاحظ البحر البسين ما عارفه وين نعم. اللي ببلش وين بيخلص هون عم ناخذ مشاهد متنوعه من مختلف المناسبات اللي بتتم عندكم مزبوط
والعرسين اكيد من بعد عرسون فين يقضوا الهانيمون عندنا كمان بالبنغالوز، وفي هلا صور للعرسين كمان متاخده بالبنغالوز وين ما كان لياخذوا الصور. حلو. عندنا عدة يعني فينا نعمل لاي اوت لعدة انواع من الاعراس بتتقسم حسب رغبة العروس والعريس. يعني كل الافكار اللي حابين يطبقوها العرسين ممكن تصير عندكم لانه مساحة كثير كبيرة. مزبوط. وبالطبيعة. ومثل ما قلنا قبل يعني الطبيعة اللي موجودة يمكن مش بحاجة لكتير ديكور وكتير إضافات حتى تكون صالحة لمناسبة كبيرة. مزبوط. هون عم نشوف ألعاب النارية. هيدي دخلت العروس كمان فيها تكون شلالات. إيه فيها تكون من البسين مع آيس تراي مع فاير ووركس متنوعة لحتى تعطي هيك إمباكت قوي. وحتى لما بيطلع الفاير ووركس كلها بتبين قدام يعني على مسافه وفي شوكيك هلا تحت منهم كمان فيني اوصل جاتو تحت هدول فبيبين شيء رائع جدا للفيو وهن العرسان بينبسطوا فيها كمان. يعني افكار كثيره نفذتوها عندكم بمكان واحد. كنت عم تخبرينا انه عندكم اثنين فانيوز، اول فانيو للاعراس الاصغر اللي بيستقبل حوالي 250 شخص. نعم. والفانيو الثاني اسمها على الايلاند وبتساع. نعم. لحديد بحيره شخص. وكأنها بحيره يعني كأنها بحيره وشفناها هلا بالصور. نعم. وبتساع لحديد 1000 شخص. نعم. واكيد بنعمل ايفنتس يعني بيناتهم اوت دور فانيوز. انتم ما عندكم اوت دور فانيوز؟ مزبوط ما عندنا شيء اسمه اندورز مشان هيك بفصل الصيف وكله لبرا. جديد هالسنه منى عندكم بجنة سور مير قسم او ديبارتمنت خاص للايفنت والويدنج بلانينج. مزبوط اسمه عملنا ديبارتمنت لنتهلنا اسمه ويدنج اند ايفنت. نعم. لجنة فريق من عندكم؟ الفريق من عنا منتعامل مع اختصاصيين بعدة دومينز من الزهور التصوير الفايروركس الزفة. الحلو بهالفكرة انه العرسين فيهم يجوا لعنا اكيد مشهورين نحن بالاكل الطيب والمحل. نعم. مثل ما شفتوا انه بجنن. الكيترينج اكسكلوسيف من عندكم؟ نعم 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 لانه مشهورين نحن باكلنا. نعم. يعني نعم. فبالاضافه لهدول قلنا من يعني العرسين بيوفروا على حالهم يعني التفاصيل يلي خاصه بالاعراس. فعندنا اول باكج اللي هو صغير بتضمن الكوشه الويدنج لاونج يعني الويلكم لاونج الاريا. نعم. وبالاضافه للمسرح واللايت. نعم. فين ياخذوه وفين نروح على الباكج اللي اكبر يلي بتتضمن كل شيء تفاصيل من تصوير وبنستعمل احسن تكنولوجيا يعني كل مستلزمات الاعراس موجوده ضمن هالباكج الثاني اللي هو اكبر واوسع اكيد. مزبوط. ممكن يختاروه العرسين. مزبوط. وبتناسب كل الاذواق. هالباكجز مخصصين للعرسين اللي قرروا ما يتعاونوا مع ويدنج بلانر منى؟ ايه يعني اذا ما عندهم ويدنج بلانر او حتى لو عندهم ويدنج بلانر بيقدروا يختاروا من هالباكجز. فيهم يكونوا باثنين يعني بيكون كوردينيتور بيختاروا الباكج اللي عندنا او الويدنج بلانر هو بقرر اذا بده ياخذ الباكج او لا. بس اذا ما بده يكون موجود ويدنج بلانر كمان فين يجوا بسهوله بيتامن لهم كل هدول حسب الذوق حسب هن. نعم. الثيم تبع العرس حابين يعملوها. اوكي. كيف بتستقبلوا العرسين اول ما بيجوا لعندكم وعم بفكروا انه يعملوا هالمناسبه او هالنهار اللي بيجي مره بالسنه مره بحياتهم عندكم بجنة سور مير؟ كيف بيتم الاستقبال؟ بنستقبلهم بمكاتب الجنة سور مير الموجوده بالاشرفيه. منفرجيهم الصور الثيمز منساعدهم لحتى يقرروا شو حابين يعملوا. اكيد كل الاسئله بتنسال عن يعني بتاخذوا شويه وقت حتى تتعرفوا على العرسين على شخصيتهم. أكيد. على تمنياتهم على احلامهم لانه هذا نهار صار لهم زمان يمكن عم بيحلموا فيه وعندهم افكار معينه بدهم ينفذوها. اهم شيء انه جايين على جنة وعارفين حالهم هن انه رح يكون عرسهم بايد جنة وبايد اختصاصيين فاكيد بنفرجيهم هدول بنفرجيهم كل اللي فينا نعطيه اياه ونحن يلي هن كثار فهيك بيرتاحوا وبنمشي معهم
خطوة خطوة لحتى يوصل يوم العرس يلي بيكون بالصيفية أكيد. وبيكون في صور فيديوز الأفكار مندوقهم الأكل. هذا كله بتم بالأشرفية أو بتنتقلوا على ال إذا كنا عم نحكي مثل هالفترة يلي أكتر شيء بيصير في تعاقد مع العرسين بيكون أول بدايتها هو مع هالمرحلة. بعدين بس يصير في الاتفاقية أكيد بينتقلوا على الموقع، وكمان تحت فيهم ينزلوا لأنه الموقع موجود بس إنه ما بنفتحه، فيهم ينقوا يعرفوا كل شيء، بيكون مثل عندهم ديمو قدامهم. حتى بيتزوقوا الأكل قبل وكل الباكج يلي كنت عم بحكيك عنه كمان بيصير في كونتاكس، بيعرفوا حالهم من A ل Z قبل بوقت، حتى هني بيقدروا يلتقوا مع المتخصصين. نعم نعم بالجنة، يعني هيدا بتوفر عليهم يعني كان بالفاير ووركس أو بالإضاءة بالصوت كلهم موجودين، باللايت والساوند سيستم، الدي جي، كل شيء اللي بده يخلي العرس يضوي ويصير جنة. شو أهم ميزة بجنة سور مير؟ الحلو أنه عنا موقع حلو وعم نهتم فيه ودايما في تحسن دائما للاحسن، والعرس او الاكلنا نحن انشهرنا بالاكل الطيب وعده كويزينز، فالبدايه حسنه. يعني غير المطبخ اللبناني في عده مطابخ انتم كمان بتقدموها. ايه بنعطي بوفيه كمان بريميوم يلي هو اجنبي، يعني بيتضمن لايف ستيشنز، بايايا، وعده انترناشونال فود. فيعني جايين على محل لوكيشنز حلو، دائما بتحسن، والاعراس عم بتكون اكثر يعني اكثر من رائعه عنا، وعارفين حالهم انه خبره 20 سنه. وبالاضافه انه مش عرس وعرسين بنعمل بالصيفيه، انه عنا اعراس رائعه وكثيره. يعني عم بيعملوا عرسهم عندكم واوقات عم بيقضوا شهر العسل عندكم وعم بيرجعوا بيقضوا الصيفيه كمان. ايه او حلو انه دائما بنلاقي بنلتقى بنرجع السنه ورا سنه بيزورونا وبخبرونا وضلينا اصحاب مع معظمهم يلي بترددوا علينا يلي موجودين بلبنان. منى بعد في مجال لحتى يحجزوا لموسم صيف 2016؟ اكيد، منشان هيك بتمنى عليهم انه قد ما فيهم يسرعوا يجوا يشوفونا ليحجزوا الديت بالقليله يلي حابين يكون هيدا هو نهار عرسهم، لانه الديت بيخلصوا قويم والصيفيه يعني على باب. نحن بنفتح من ماي من نص ماي تقريبا او لميد سبتمبر. ففيهم يعملوا اعراس خلال الاسبوع وبنفس الوقت بالويكند. شكرا لك منى سرور، مسؤوله عن العلاقات العامه بمنتجع جنة سور مير، وان شاء الله عام 2016 بتكون سنه حافله لكم. اهلا وسهلا فيك. ميرسي رولا، ثانك يو. وقفي مشاهدينا والمحطه الاخيره بحلقتنا فقره صحه، خليكم معنا.